خلونا نروح نعرف تفاصيل اكتر ايضا مع الدكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. اهلا بيك يا دكتور. صباح الورد يا فندم. دكتور احمد صباح الورد. صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. امبارح شفنا يمكن سقوط الامطار والناس كانت مستغربه، احنا مش دخلنا خلاص فصل الربيع وبعدين احنا متعودين اكتر على الاتربه، واضح بقى ان هي جايه النهارده. طبعا دي اثر تغيرات مناخيه اللي اثرت على العالم كله، وما اعلن بان دي سمات فصل الربيع بيبقى فيه تغيرات سريعه وحاده، وفي بدايته بيبقى يشابه فصل الشتاء كتير. يعني النهارده في انخفاض في الحراره عن امس 7 درجات، نشاط للرياح مثير للاتربه على كافه انحاء الجمهوريه بيصل الى حد العاصفه في بعض اوقاته على الاماكن الصحراويه والمكشوفه. برضه فرص سقوط امطار ما زالت ذروتها النهارده وبكره ان شاء الله على السواحل الشماليه والواجه البحري. يعني النهارده في امطار كمان يا دكتور؟ ان شاء الله. وايضا مدن القناه وشمال وجنوب سيناء، وتبقى خفيفه على متوسطه او قاهره خفيفه على شمال الصعيد. امطار واتربه برضه، يعني تتوقع الاثنين ان شاء الله النهارده وبكره باذن الله. طيب كويس، امطار تغسل الجو. طيب يعني دكتور احمد بالنسبه لاستاد برج العرب وهذه المنطقه هتشهد امطار برضه، احنا عارفين كلنا مستنين النهارده ماتش يعني بين واللي رايح الاستاد بقى يتقل ما يتقلش كده. مفيش جماهير بقى يا حسام. اللي هيتفرجوا بقى على القهوه وكده. بيعمل حسابه ان احتمال كبير تبقى في امطار في فتره الماتش يعني. طيب احنا متوقعين برضو ان الموجه دي تنتهي امتى حضرتك؟ يعني احنا زي ما بنقول يومين ولا ممكن تستمر اكتر من كده؟ هي طبعا من يوم الاثنين تبدا تحسن في الاحوال الجويه، ولكن هيبقى تدريجي، يعني الحراره تبدا ترتفع تدريجيا. حيث القاهره النهارده 20 بكره 18، يوم الاثنين تبدا 21 تبدا ارتفاع تدريجي. تنحصر فرص سقوط الامطار على السواحل الشماليه. طيب دكتور احمد، يمكن عايزين برضه نسال حضرتك على سؤال، احنا عارفين هو بدري شويه بس احنا عايزين نعرف هل الجو ده مستمر معانا لحد رمضان ولا هيبدا خلاص يبقى فيه اعتدال في الحاله الجويه؟ يعني هو بيبدا يعتدل في النص الثاني من الربيع ان شاء الله. ان شاء الله. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه.